ها امي شي خيمتي وياي؟ ليش يا حبيبتي شلين خيمه وياك من زود البرد الله يهديك؟ امي شوفي انا بشيلها واذا ما شي برد بتفسيها. اقول لك تعرفين ان ابوك بينازعنا، ما له داعي تشلين لانه ما يحب السياره متروسه. انا بقول لك انا بيها ما عرفت له. انتوا طالعوا في الكمبيوتر واكتبوا نبع وريح اندوجا. اقول مريم شغل السبلنج مال نبع الوريحه مو بمتفيتش تبك مالت الا مستحيل تقولين ما اعرف. انا بسالكم انتوا شو حقكم مغربليني؟ ما بسارين نبع الوريح بوديكم مكان زين، سيروا حقكم هناك وساعدوها ولموا ياها الاغراض. يلا قوموا. عندها عفرة. ابوي ابوي عاد اشيل الخيمة عشان خاطري. ابوي ها عشان خاطري. سيشيلي امي سيشيلي. طبعا ما يرفض لها طلب. انت شو تسوي؟ انت شو حاطه في الشنط؟ وانت هاي عقدتك في كل سفره لازم توزن الشنط؟ شو بلاها يعني لو دفعنا 1000 ولا 2000؟ تراها اغراضنا. الا ما قلت لي شو سويت عن حجوزات الفندق؟ ردوا عليك خبر؟ طبعا ردوا علي. الله الله فندق على كيف كيفك، على قمة بل. تنشين الصبح على صوت العصافير والبحر تحت برا، تقدرين تمسكين الغيم بيدينك، ما تبين اكثر. يا سلام، بلد الله راضي عليها. انزين بسعيد عطاك البيزات؟ اوه جن انساني. دوت اوزين الشنط وانا بيجي الحين ان شاء الله. اوزن بعد. يلا. شو هذا؟ كل الفجيرة والمنطقة الغربية وليوة والتزلج عرمول، نبى نسافر. يعني أنا think I إن أبوي يسمع كلامك فتلهر وأبوي بيقول أوكي بنسافر. No. يعني my don't believe it أنا ما بيوافق. وبيقول هذه أمكم ربوا فيها جدودكم ونقلنا لنا أمنا في الصيف فيها حر، بيقول أمكم ولو عبدة. صح لسانك أخوي. تفضل. إزاك الله خير يا أبو سعيد، إن شاء الله عقب ما أرد من السفر بفترة برد لك بيزاتك. أف عليك مهم يا أبو سارة، الوقت اللي بينك ردهن. بس سعر أنت مسافر علاج؟ لا الحمد لله أنا بخير ما فيني شيء، بس سارة تحوط أشوف الدنيا سياحة يعني كالعادة. لا بتخبرك أبو سعيد، أنا عمري ما شفتك مسافر، أنت ما تحب السفر؟ بل أنا سرت العمرة. هي لا قصدي يعني تسافر سياحة كشتة. يا رياش السافر وتودر بلادك هالجميلة الحلوة. أدري إن بلادنا حلوة بس يا أخوي حر ورطوبة والواحد ما يأخذ راحته في الحواطه. أما هناك الله فندق على كيف كيفك، على قمة بل، البحر تحتك مرة زين، والصبح تنش على صوت العصافير والغيم تيود بدينك. هذا كله قلته. دارنا خضرة فيها فاح الزهر معشبة والطير عنها ما يطير، ولا كله تقول ما الغيم فوق راس الإبل. الصدق مسعيد أنت تنفع تشتغل في الترويج السياحي بتنفعهم. يا أبو سارة أصبحت الإمارات وجهة السياح من كل أنحاء العالم، فيها العرب وفيها الأجانب، وأنتوا ما تصدقون من تحصلوا إجازة شت سافرتوا. شو الحالة كنا متلوم انه سلفني انا فلوس اردهن عليه وافتك. كلامك صحيح يا ابو سعيد، بس مثل ما قلت لك يعني الواحد يحب يسافر يشوف بلدان جديده، ومثل ما قلت لك انها حر ورطوبه حتى لون الشير باهت ما تدري به هو اخضر ولا اخضر. امك ولو عبده، وهذه امنا اشوف فيها اجدادنا امنا. يا ابو ساره خلاص يا ابو سعيد هلكيتني، انا خلاص قطعت التذاكر باكر مسافر.
جاهزين؟ ايه احنا جاهزين بس نتري امي. ما نسيتوا شيء. Oh my god, my charge forget me. بروح اجيبه. شو قالت؟ هاي خقاقة. هذه ما بخقاقة، هذه ترمس انجليزي وانت طمة مثل ابوك. وانا بعد ابوي عارف فرنسي. هي تعرفين فرنسي؟ تراش انت ذكية مثل ابوش. شو بطيتي؟ جالسة أسوي القهوة والشاي الكرك. كرك. تربط على طول الحزام. ترسخ يا بلادي انتياني في وسط لب الفؤاد حبك بدمي وينبض بالفؤاد. ابويا هلكنا من طلعنا وانت حاطلنا ميحة حمد. احط لكم احلام؟ لا حط لنا هاي يا ود ابوي. بس صدعتونا خلوني من دمجه. نعم اختي اموت واعرف كيف صدعناك وانتي من طلعنا حاطه هالهيدفون في اذنك. ابو سعيد يا ابوي فكرة من صدعتهم حط لها السيد اللي تبغاه. شوها انجليزي؟ ابوي انا ما احب الاغاني العربيه ما افهم كلماتها وبعدين كلها يصيحون صح. شقاقه او انا تعرف انجليزي؟ ترسخ يا بلادي انتياني في وسط لب الفؤاد حبك بدمي. ام الظبي احلى كرنيش في العالم فيها قصر الامارات ابرز معالمها. ابوي ومسجد الشيخ زايد صح ودبي دانة الدنيا في احلى منها؟ فيها برج الشيخ خليفة اعلى برج في العالم وفيها برج العرب وفيها إمارات مول. ايه وفيها المترو بعد. بس عاد بس صدعتونا. خليهم امهم امهم. ادري اني امهم. ما بنتي من السلع لين الفجيره هذه امهم. تمشوا طالعوا شوف بلادكم محلاها طالعوا ها 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 قولي لهم قولي لهم. ايه والله صدقت محلاها بلادي فديتها انا الحمد لله. الله يطول بعمرك والبنات ما شاء الله عليهم مستانسات. صبي لك قهوه ان شاء الله. لا مستانسات ولا عندنا خبر. ليش حبيبتي مو مستانسه؟ شو قاصره انك انت؟ رطوبه هلكنا متنا من الحر. ولا طشه الجو زين لا شحر ولا شيء تو الحمد لله رب العالمين. شوفي ما في شيء. مريومة ها لوك تسي شوفي شم طرشة سارة لوك مي جاي شوفي. أبوي هاي سارة بنت يرانا ام طرشة صور سفرهم. يبوا لي بطالة ما شاء الله عليك. ايه مسرحهم وصلوا ما شاء الله. هي أبوي البيزات انا عاطنك اياها تفسفسن بس شرق وغرب. ايه عيل مطرشت لك صوره ها؟ اقول لك ميثا طرشي لها صوره خدوا الفروقات السبعه. خقاق بعد هذا. شو بعد؟ الخضره اللي داخل هذه الخضره ها؟
المال اللي داخل هذه وهذه اللي مياها ما شاء الله. الوجه الحسن هذا الوجه الحسن ها ها، وهذه ما تتعلم منها عن الشمس ها ما شاء الله. أقول قول، شفتي هذه اللوحة شو مكتوب عليها؟ إيه، ولاحظت يوم كنا طالعين على التلفريك عزك الله حتى الحمامات كاتبين عليهم لضيوفنا العرب والمسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفتي حتى مطرشين لنا جرسون عربي. تفضلوا. لو سمحت ممكن المنيو؟ حاضر. شفتي سبحان الله شو قام مهتمين شو قام مهتمين. إيه والله، لوحة هناك ولوحة هني. ما شاء الله. صوري صوري شوف. مطعم اللي تبغون، شو تبغون بعد؟ الله يهديك يا ابو سعيد، لو صاير اول بادي وحاجزنا في الفندق عقب يبتنا هني ابرك. ابوي انا ما عندي ملابس سباحه، والصراحه خاطر اسبح في البحر. لا لا لا، تسبحين لا، تطالعين تطالعي ها. شو ها ما حد يامنا؟ اهو. هذا كله انجليزي. ولا يهمك ابوي، عندنا مريم وميتة هم بيطلبوا لنا. انا ابغي سمك برياني. يا ربي كيف بتعيشون من غيرنا؟ سهله يعني، فش برياني. زين وانا بعد وياك اطلبي لي برياني ديالي. هذه اسهل، تشيكن برياني. وانت سعيد شو تبغى؟ انا روحي بك. انا ابغى لي. Your order please. شو ما في واحد يرمس عربي؟ انا بس بغسل يدي وبي. انا تعرفون طلبي سمك وعيش برياني. اكسكيوز مي بليز، وان تشيكن سمك. نو 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 نو، وان تشيكن فيش. صبر صبر، فادر ماي ار فيش برياني. وي دونت هاف برياني. اوكي انيثينج فيش فادر. لا يرمس عربي ولا انجليزي. شو هالبلشة هذه؟ What do you want to drink? No. Yes. يبلهم واحدة يس وواحدة نو، وانا يبلي عصير كوكتيل. اوكي، اند وات اباوت يو؟ امي شو تبين تشربين؟ خليه يبلي باني. جاست واتر. اوكي. خقاقات، اعرف انجليزي احسن عنكم. شو هذا الاكل هذا؟ انت شو طلبتي؟ شلون القطيعات هذه؟ انا طلبي صح. ابوي قال ما عنده برياني وما عندهم سمك الا هاي الوجبه. خقاقه ما عرفت تطلب، قالت يس ويس. رفيق. يس سير. هذه سينت ما نبغي، جيب لنا واحد عربي نتفاهم وياه. قولي له خلي لنا واحد عربي نتفاهم وياه. بليز بادي سبيك انجلش. انجلش سبيك عربك 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 عربك. There is no Arabic stuff. Any problem? الله يهديك يا ابو سعيد، لو مودلنا مطعم هندي كان عرفنا شو نختار. شو هذا؟ يب فاتورة فاتورة. شو تراكين ابوي انتها؟ ابوي نقص طبع. هلي هلي شو مكتوب هذا؟ 009 900 درهم. خيبة تخيبكم، وشو لهذا كله؟ الأكل ما كنا و900. شوف خلي مديركم العربي شو يقرأ. أبوي هدي هدي شوي. بليف كانت
تعال رفيق تعال. تعرف عربي؟ ما تعرف شوي؟ أنا أبغى واحد يتكلم وياي عربي، ما تعرف عربي؟ توكل. أبوكم وايد بطة داخل. عنبو بنكمل ساعتين وإحنا واقفين عند باب الفندق. هي ماما والله وايد تعبنا. إنزين يمكن أتوهق. تعتقدين بالإنجليزي؟ البركة فيكم حبيباتي، كان صرتوا حق أبوكم. أمي بنات تخقاقات، من وين يعرفون إنجليزي؟ مالت. ما شاء الله يا ابو سعيد مكانهم غاوي. حلو غاوي بس ساعه ابغى حد يفهمني وافهم لهم، ما حصل الحد ساعه. الله يهديك يا ابو سعيد، انت تراك عنيد، كان خدت وحده من البنيات وياك تتكلم وياهم انجليزي. ترى سمعتوا في المطعم يرمسون انجليزي، سمعتوا تراني. ابوي الغرفه وايد واسعه وايد حلوه. ابوي شي بلكونه كبيره اتصدير من مني. بلكونه ها؟ ان شفت وحده فيكم وقفت بالبلكونه لحش ريولها حش. انا بسيب اتوضا وبصلي وانتي شوفي ناكله طبخيها، ترى من الصبح ما ذقنا شيء. ان شاء الله بسوي لكم مشبوس تونه. اي شيء. يلا يا بنات فزعوني في اغراض المطبخ. امي انا ما بعيش تونه، ابي ناجتس. بعد خلاص بيتزا. من عيوني الثنتين. وين هوشه؟ كذا بس لا هوز ولا شيء. سعيد هلا ابوي. سليم لي مطرقه ويجيب لي هوز وعده مال التركيب. هذه العده ليش ابوي تكسر الحمام؟ يا ريال انتصر وتعال. اوكي. شو هذه قطعه غسلوا بها يعني كذا بس الا وكذا؟ لا شو ها شو مستوي؟ ما ادري شو صار شو ها؟ يس نو مي يس نو فاير شو الار؟ الضوء ضوء حريجه يعني حريجه يشتعل الضوء حرق. اوكي ثانك يو. شو مستوي ابوي؟ يا رجال رمسني مو معصب هزبني هزاب. بس انا متفاجئ انه اعرف انجليزي. هاوس كيبينج كان اي تيك ا لوك ذا روم بليز. يا هين ايش به شو السالفه؟ اي وانت سي ذا روم. بدش داخل؟ يا اي وانت سي ذا روم. صبر شوي. سووا درب سوي دربي واحد بيا تعال. انتي هي المكان هذا ينامون عليه مو ياكلون. قومي شيلي صحنك وروحي على الكرسي كلي. يلا قومي. امي قولي لها لا تصرخ علي. وانتي شي خصك خليها تاكل وعقب ما تخلص انتي اللي بتشيلين الصحن وبتودين المطبخ. لازم مدلعينها. كيفنا؟ ده اكثر غلط. ما سوينا شيء، بطلينا هذا وركبينا هذا اللي هم نسيانين يركبونه. شو يكتب؟ ابويا شاف جريمتك ويكتبها بعناية عشان يوديها حق الإدارة. شو يكتبها بعناية بعد؟ شو؟ تبغيها؟ كان اللي زعل؟ أكيد بيزعل. ان شاء الله. بسم الله عليك يا ماما الحين بنوصل. ابوك وين ورانا متاكد؟ امي هي والله ورانا. حبيبتي امي بسم الله عليك. الله يموت.
يا ماما الله يهديك، تكلم عن البيتزا اللي كلتيها. امي بناتك مدلعات. اسكت انت بعد. بسم الله عليك حبيبتي، الحين بنوصل، الحين بنوصل امي. تقني What did she eat? شو قال؟ قال شو كلت؟ ما أكل بيتزا. أنت متأكد سأل شو كلت؟ ترى هذا علاج مو بلعبان. قول له خليه بنا مترجم عربي. Someone speak Arabic. سهرة can speak. Yes. أنت عربية؟ Yes عربية تفضل. شو فيها بنتنا؟ بنتك أكيد عندها تسمم. She eat something مو منيح. هذا روحه تبغي لها مترجم. وي. نحن ما في لندن، نحن في البلاد هنا. هو أنت ليش معصب علي؟ أنا قاعدة عم بحكي معك عربي. أنت بطلة قبل البانة من حجش، كلمة عربي وكلمتين إنجليزي، أنا بنتي مريضة، أبغى أفهم، أبغى أفهم. يلا يا بنات بسرعة، ليش هالتأخير؟ جمعتوا أغراضكم كلها؟ ما نسيتوا شيء؟ No, I think. أقول لك. ما أدري عنك هالرمسة هذه، فضحتونا هناك في المطعم، هالخقة زايدة وأدريها عنك. عفاري حبيبي شو ماما بطنك الحينة؟ لا خلاص ماما ما يعورني. يا حبيبتي التسمم هذا ياك من الغش اللي كلتي. خلاص أمي ممكن ننزل الحين؟ أبوكم قال تريوا هو بيتصل فينا. أبوكم ترى وايد معصب يا بنيات، وإياني وياكم تطلبون منه حاية. ليش أمي؟ لأن أبوك نحالف ما يوديكن أي رحلة سياحية في الإمارات لما يتعلم الإنجليزي. أبوي يتعلم الإنجليزي؟ أبوي هاي الفاتورة مكتوب فيها 4500. مكتوبة بعد بالإنجليزي تي؟ أنا ما حد يكتب عربي. وهي بعد نفس الشيء بالإنجليزي مكتوبة هذه. صبرني أنت شوي. إن شاء الله. أنا ما بدفع الحساب إلا أول تكتبوا لي الفاتورة بالعربي وتجيب لي واحد عربي أتفاهم وياه. وين يا أخونا حن؟ في لندن ولا في الإمارات؟ تكرم عيونك. أوه طلعت عربي ما شاء الله. عاد أنت ما طلعت إلا الحين يوم قلنا بندفع الفاتورة. اسمع أنا ما بدفع الفلوس إلا أول تعطيني الفاتورة بالعربي. تكرم عيونك. طيب الفاتورة وديك واحدة تانية بالعربي. كملت أسبوع ما شاء الله. ها شو البلاد؟ حر ولا برد؟ أبوي أبوي أنا من الحين جاهزة. لحظة يا بنتي خلينا نرمس الريال. ها أبو سارة متى قلت لي بتوصل؟ أبوي شو رايك باللبس حق السفر باكر؟ الزيتون تراكم. أقول لك أبو سارة جبت اللي وصيتك عليه؟ كرتونين؟ زين زين يلا يلا مع السلامة مع السلامة. مرحبا اليار. مرحبا. شو هذا شو هذا؟ مرحبا. شو هاللبس؟ شو عبد الله على السلامة. الله يسلمك. متى وصلت؟ من شوي تونا واصلين الحين ننزل الأغراض. سلامات سلامات. ها على وين العزم؟ مسافر وبسكن فندق على كيف كيفك وعلى قمة اليبل. يا سلام والبحر قدامك والشير حولك وحواليك والصبح تنشع صوت العصافير وتقبض الغيب بيدك. إلا بسألك سؤال محيرني. اسأل. أول يوم أقول لك بتسافر تقولي ماشي أحلى عن بلادنا، يوم أقول لك حر تقولي أمك أمك لو هي عبده. وهاي أمنا، شو اللي غير رأيك الحين؟ وبعدها أمنا اللي نحبها وما نرضى عنها بديل، بس أمنا زعلانة علينا ما تكلمنا عربي.